زوينات كيدايرين لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو نتوما في صحه جيده. معكم مريم، قناه متنوعه جمال الطب والحلويات. اليوم غادي نشارك معكم كوكيز بجوج ديال النكهات، كيجي زوين بزاف بزاف وهشيش رائع. انا متاكده غادي يروحكم من اعجابكم. بغيت تعرفوا معايا، بغيت تعرفوا الوصفه من الاول حتى الاخر، خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر. نبداو بسم الله على بركه الله. اول شيء غادي نحتاجوا 500 غرام من الدقيق الابيض، غنحتاجوا واحد الكاس ديال السكر البني، وواحد الكاس ديال زيت نباتيه، واحد 250 غرام ديال الزبده، وجوج معالق كبار ديال ليمون معسل، وواحد الكيس بيكين باودر او خميره الحلويات، وكيس سكر بنكهه الفانيلا، واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، وجوج ديال البيضات، وبيبيت شوكولا بطبيعه الحال التزيين كيف ما كتعرفوا في الكوكيز. اول شيء الزوينات غادي نبداو، غادي نضيف الزبده اولا 250 غرام زبده نباتيه واللي كان متوفر عندكم، يعني ماشي ضروري، واحد الكاس ديال السكر البني، ما كانش متوفر ضيفوا السكر الابيض ماشي مشكل، وواحد القريصه ديال الملح، وكنبداو نخلطوا الكل جيدا. من الاحسن تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش ما تعذبكمش في الخدمه وتجيكم سهله. كنضيف واحد الكيس سكر بنكهه الفانيلا وكنخلطوا حتى كتولي لينا الخليط على شكل بوماد بهذا الشكل هذا. الزوينات هانتوما، يعني كنضيف من بعد كاس ديال الزيت نباتيه. بغيت تعبروا بكؤوس العنبه، يعني يمكن ليكم حتى كؤوس العنبه راه كيجي رائع. يعني هاد الكاس اللي كنعبر به انا عندي القياس ديال كاس ديال العنبه. كنضيف جوج ديال البيضات، وكنضيف كذلك كنخلط الكل جيدا عفوا، مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد الزوينات، يعني دابا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، يعني بشويه بشويه. غادي نضيف واحد الكيس ديال البيكين باودر كيف ما ذكرت لكم في الاول، او خميره الحلويات، وكنبدا نخلط. يعني انا ما بغيتش نطول الفيديو، داكشي علاش سرعته واحد شويه باش الفيديو ما يجينيش طويل، يعني حاولت نسرع واحد شويه الخدمه. لا فيديو عفوا. كنبدا نضيف الدقيق بهذا الشكل هذا، وان شاء الله نجمع العجينه ونرجع معكم، خليكم معايا. كما كتشوفوا الزوينات، هذه هي العجين ديالي من بعد ما جمعتها. يعني دابا غادي نشكلها على جوج ديال الكرات باش غادي ندير كوكيز بجوج ديال النكهات. يعني غادي ندير النصف الاول منسم بالشوكولا، والنصف الثاني منسم بالليمون، كيجي رائع زوين بزاف بزاف. كندير واحد الملعقه صغيره ديال الكاكاو بهذا الشكل هذا، وكنخلطهم مزيان كيف ما شفتوا. الزوينات دابا عندي جوج ديال الكرات، يعني شكلت جوج ديال الكرات. النصف ديال البيبي شوكولا غنديرهم في نصف العجين الاول، والنصف الاخر غادي نضيفهم في العجين الثاني. غنضيف داك جوج معالق كبار ديال الليمون معسل او قشور البرتقال معسل، وغادي نضيف نصف الاميه ديال البيبي شوكولا كذلك. غادي نخلط الكل جيدا ان شاء الله بحول الله، وغادي نرجع معكم، خليكم معايا. كيف ما شفتوا الزوينات، انا خلطت يعني المكونات كامله مع بعضها. دابا غادي ندوز ان شاء الله، يعني نقسم العجين ديالي. انا الطريقه اللي استعملت، يعني غادي نديرهم في بلاستيك غذائي، وغنديرهم في المجمد يشدوا راسهم شويه. بالنسبه لكم نتوما الا ما كانش عندكم الوقت يعني مباشره دوزو تقادوهم، يعني الا ما بغيتوش ديروهم هكا على شكل حرابل دوزو نيشان، يعني كوروهم على شكل كويرات. المهم كيجي مقرمش وتيجي رائع، تيجي زوين بزاف، بنين بنين بزاف، تماما بحال ديال المحلات. كيف ما كتشوفوا الزوينات، انا غادي نكور بهذا الشكل، بهذا الشكل هذا، يعني غندير على شكل غادي نديرهم على شكل حرابل، وغادي نديرهم في المجمد ان شاء الله يشدوا راسهم شويه عاد نقطع فيهم. غادي نستمر بهذه الطريقه العجين ديالي كامل، وغادي نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. كيف ما شفتوا الزوينات، انا جبت يعني النصف الكوكيز ديالي، غادي نبدا نقطع فيه دابا. راه كي بديت هرس لكم واحد شويه، ولكن ماشي مشكل عادي، مع داك البيبي شوكولا والليمون معسل يعني كيتهرس، مي ماشي مشكل عادي، فقط تبقاو تقادوه واحد شويه وحطوه في اللاطه ديالكم. انا يعني كنت متعمده ندير هاد الطريقه هادي، حيت كيجوني مقادين، ما تيجينيش شي كبير شي صغير، تيجيني زوين. غادي نمشي بهاد الطريقه كيف ما شفتوا، واخا كيتشق ليا يعني فقط كنقادو وكنحطو في اللاطه ديالي.
كنتمنى تجربوه حيت يجي رائع وزوين بزاف بزاف. انا متاكده اي اخت جرباتو يعني غادي يعجبها وغادي يعجب، وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. غادي نكمل بهذه الطريقه الزوينات، يعني غادي نكمل العجين ديالي كامل وغادي نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. خليكم معايا. كما شفتوا زوينات، هذا هو الشكل ديال الكوكيز ديالي من بعد ما قديته، من بعد ما قطعته. دابا غندخلو الفرن ان شاء الله تحت درجه متوسطه وغادي نرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي عفوا زوينات ديال الكوكيز ديالي ديال اليوم. كنتمنى يروقكم وينال اعجابكم وتجربوه بطبيعه الحال. ما تنساوش الزوينات دعموني بلي لايك ديالكم الزوينه وتعاليقكم زوينه كذلك. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تبخلش عليا بالاشتراك، وما تبخلش عليا بلايك، وما تبخلش عليا بشي تعليق زوين. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم لهلا، يخطيكم بكم ما كاين حتى شي حاجه. نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد. خليتكم على خير وشكرا لكم بزاف بزاف.